السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم شباب شباب خير، معكم حسن أسعد من قناة The Gamer Z. اليوم عندنا حلقة جديدة، أفضل جلتش في العالم، أفضل جلتش في فيفا، يقدر يطلع لك ليجند بفيفا. هو مو ليجند حقيقي ولكن ليجند. خلينا نشوف الجلتش كيف حيكون. أول حاجة تسويها تسوي تشكيلة، تقدر تخلي فيها أحد، تقدر تعبيها كلها بحاجة، الدكة كلها فاضية. أوكي، تروح تضغط على المربع، تدور على لاعب أنت شاريه وعنده انفورم، بس ما تروح تشتري الانفورم، تقدر تشتري اللاعب عادي. فخلينا نشوف، احنا عندنا دييغو كوستا عنده انفورم، اهو دييغو كوستا عنده انفورم. فبسم الله خلينا نشوف هذا دييغو كوستا العادي، خلينا نشوف دييغو كوستا الانفورم لو نقدر نحطه ولا لا. نحط سيرش ان ماي كلاب كونسل بلايرز، يلا ندور هنا على دييغو كوستا. هذا دييغو كوستا، هنيجي عند الانفورم حيقول لنا بلا 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 ما تقدر تحطه عشان عندك دييغو كوستا. حنقوله طيب نسوي زي الحلقة الماضية، سبام سبام مربع 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 اكس، حطينا دييغو كوستا في الدكة، صار عندنا اثنين دييغو كوستا. الحين حتقولوا لي اوه والله ان هذا شيء عادي، ولكن شوفوا الجلتش، شوفوا الجلتش. حدعكم واحد اثنين ثلاثة بوم، بالله بس قولوا لي ايش هذا اللاعب، قولوا لي مين انت مين. 66 سرعة، 66 دريبل، 66 شوت، 66 دفاع، 66 باس، 66 رأسية. ما عنده نادي، ما عنده فريق، ما عنده مركز، ما عنده قوة. والله ما نعرف ايش هذا الجلتش، يعني شوف بالله، شوف لما تبغى تطلع كيف. والله لاعب اقسم بالله، يا ريت لو كذا في جلتش حقيقي اقدر اشتريه واخذه هذا وابيعه. صدقني لو انا الوحيد اقدر اسوي هذا الجلتش ينباع ب 30 مليون على تويتر يا شيخ. ابغى اجربه بس ما اقدر، لو ابغى احطه في التشكيله حيقول لي على طول بح راح. اوكي نرجع نعيد الجلتش عشان الناس تجي تقول لي اوه مو انت اللي سويت الجلتش ما ادري ايش. اوكي يلا بسم الله ندور على دييغو كوستا. هذا دييغو كوستا اول حاجه تسويه تشتري لاعب عنده انفورم، مو ضروري دييغو كوستا، انا عندي دييغو كوستا عنده انفورم، ندخله اهو صار في الدكة دييغو كوستا. ندور على دييغو كوستا الانفورم، هذا هو. اوكي نجي نضغط عليه، حيقول لنا لا، حنضغط مربع 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 اكس. دييغو كوستا صار في الدكة، واحد اثنين ثلاثة بوم. مين هذا اللاعب؟ ايش 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 هذا اللاعب؟ بالله والله جلتش مرة قوي. فاتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم، يعني لو هذا اللاعب ما يستاهل لايك ما ادري ايش اللي يستاهل لايك. ليجند، شوف ليجند، يعني شوف له سيلفر، له ذهبي، له برونز، له برونز، وما عنده اي طاقة، وحطين طاقات وستات بس ما عنده اي طاقة، ممكن طاقة تكون 99، ايش دراك؟ وما عنده اي نادي، يعني لاعب فاضي. فهذا كل شيء عندي اليوم، اسعدكم هذه الحلقة، لا تحرموني من احلى زلات، تشترك في قناتي ممكن تشتركين، تنشر المقطع في كل مكان. كان معكم حسن اسعد من قناة The Gamer Z، مع السلامة.